أربع مرات ولم يكسبها هي بطولة الأندية العربية. على بركة الله المتابعة الجميلة، هذا تايلور، برافو يا تايلور، كيمباو، أوهو تحت السلة، حلوة حلوة حلو حلو، بدخول رامون أيضا، محاولة رامون تروح حلوة، هي لعبة تلعب المثالي للغاية في الجانب أيضا الفلبيني في أخر 20 بطولة في الداخل المغربي. حلوة برافو والله، هذا بلاتش، وين تروح كيمبا، اللاعب المميز للغاية، هي برافو طريقة تايلور ويليامز، برافو حلوة حلوة حلوة، عيب كيمباو موجود في الموعد، رامون تسجل كوردو، رامون قلوي يا لعيب إذا مشت معاك لعيب بطريقة جدا رائعة إلى مكان مردود غاية في الروعة وتحت السلة، هي لعيب يا لعيب يا لاتش بلاتش، يا بنكشو المغربية رائعة جدا ومرعبة، حلوة بلا شوف هوارد، يا الله يا الله يا الله، لا 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 لا، طريقة خلفية في الإمكان، سجل سجل سجل، تروح الثلاثيات، برافو والله برافو كيمباو، تتالية برافو 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 يا مور، مستمرين مستمرين مشاهدين الكرام، هي دور ما تسجلت، برافو للمتابعة، يا سلام عليك، لا 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 الNBA مشاهدين يتابعونا وهم اللي الله الله الله، إيهاب نور بطريقة جميلة، برافو شوف التحرك، هو كيمباو هو كيمباو، يهدي تحت السلة مرعب، قوي جدا على مستوى الدفاع، حلوة يا رامون، برافو فكرة في الكثير من الإبداع والإمتاع، الله يبحث عليك وإبداعاتك، وهي وجيران برافو برافو، أيضا دفاع المنطقة، هي دويت هاورد، هي 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 هي، سرعة الفريق الفلبيني، يوني روح يا رامون روح، ما تسجلت ما تسجل رامون في عدم وجود الثنائي القوي جدا للفريق الفلبيني، شوف السرعة، هذا اللي نتكلم عليه، هذا مغربي، كوردو كوردو برافو يا كوردو، تحت السلة الخطوط بطريقة محمد القريشي، برافو برافو يا قوة، هنا الإثارة، هو كيمباو كيمباو، 5 دقائق الأخيرة، قلوي برافو يا قلوي، لا 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 يا ماكنزي، المتابعة دائما، ذا كيمباو، الله الله، أنا غلطان أنا غلطان، نعود نعود، برافو والله حلوة حلوة، برافو القريشي، يا سلام بطريقة جميلة، 40 نقطة والمباراة اللي بعديها لا، برافو سجلت يا سلام بطريقة رائعة جدا وبفارق 12 نقطة لعمل الكات وسفيان ورضوان، هذا كنترك بينتهي الوقت من ويليامز اللي بيحاول، واو واو واو، فريق مايتي سبورت سجل 25 نقطة بالربع الأول، 19 نقطة بالربع الثاني، رينالدو بالكمان دفاع ولا أروع لفريق جمعية سلا، وهنا من مالونزو، وهنا عبد الرحيم نجاح بيركض، برافو عليك رضوان، بيحاوروا على الباسكت، رضوان لمين، عبد الرحيم نجاح، مسافه الفري ثرو لاين بيس 40، هذا سفيان الى رضوان ياخذ الجمب شوت، لغايه الان ما سجل النجم التونسي اخيرا، 9-6 جمعيه سلا متقدم، جمعيه سلا تاخروا 25-15 بالربع الاول، الفريق مالونزو كيندريك على الارك بيسجل كيندريك، هنا التحدي بين رينالدو بالكمان ورضوان بن سليمان، بالنسبة لفريق جمعية السلة لكن بيتحصل على اوفنسيف ريباوند امام الكل مرة اولى وثانية، والثاني مسج، واحد من اهم اللاعبين بيسجل رمية الحرة، واحد من اهم اللاعبين بيسجل رمية الحرة، اذا ضاعت الكرة ضاعت الكرة، لا ما ضاعت، اتحركت من هاللقطة فيها تحرك، شفت هالتحرك بكلفك فول درايف، ضاعت الريباوند مهم، الريباوند الهجومي مهم، واو شو حلو، كانوا
أوايو سمحوا بعشر نقط بس للفريق الفلبيني وكرة تحت الباسكت. رضوان طبعا تقدر تسجل لكن أوه الكرة توصل أوفنسيف ريباوند بطولة وعم بيكون داخل أرض الملعب. رجعت الكرة وين؟ عند رافينا لا رينالدو بالكمان بيسجل إيزي لير عند ويليامز. الكرة بتسجل الثري بوينتس حاليا اعتقد هنا هاي الكرة كان ممكن تنحسب اوفنسيف فاول ما انحسبت. شو صار؟ صار في تمثيل وكان في مسك من رينالدو بالكمان. صار الحديث يبدو تكنيكال فاول على زكريا، انحسب تكنيكال فاول على زكريا والان في خطا غير رياضي فريق الجمعيه السلويه. الرميه الاولى بنجاح برافو ياسين بيخلص ترجع عند اندري بلاتش. رينالدو بالكمان بيسجل عنده رميه حره وحده امام الاندري بلاتش. رجعت فاست بريك نو سيفتي ايزي باكت لانه ياسين خسر الكره ما في حدا يحمي السله ما في لاعب نسميه اللاعب اللي بيقدر يسرقوها والوقت بينتهي. مشاهدينا الكرام على فرق ال 11 ريكورد الرابع من الجيم عم بيبدا 60% على الارك. الفريق الثاني عامل 16 اعتقد اللاعب رقم 34 وانا متاكد مش اعتقد الان اصبحت مع اللقطه احمد نولد عامل بس 2 من 7 في مره اليوم وحاليا 2 من 8. أول خطأ على فريق مايتي سبورتس الفريق المغربي. سلا خايف مرة ثانية بيتعرض للبلوك اطلع فيها لبرا هنا فيها فاول سبها بالهاند اوف. عبد الرحيم نجاح بيحاول على الباسكت بيربح الرابع وعبد الرحيم نجاح بيسجل نقطة الأربع لمصلحة فريق سلا إذا كسبوا هالرهان. واو فيها فاول نو باسكت من الباسكت فول بهالجيم. حرية مصباحي 2 من 2 رينالدو بالكمان بيدرايف اوه في فاول على عبد الرحيم نجاح. كمان 2 مينتس لارض الملعب. ريدر من الدور ربع نهائي الفريق العمل ضاعت عند ماكنزي. بيحاول شوت قال وياها قال له طير نايس داش سكاي تايم اب اند اند مالونزو بيسجل. وين يلا يا وين عبد الرحيم نجاح بيطلبها تحت السله اعطيها يا رضوان. بيحاول يعمل درايف برايف زكريا. شو بدك من احتجاج يا زكريا غريب جدا. بيسجلها ويليامز بيسجل زكريا. كابتن زكريا انحسب على رضوان لكن بعد هيك زكريا اعترض على قرار الحكم. عموما زكريا بيرتا فاقد لتركيز رح يكون في مشاكل. عموما ما في شيء انتهى. اندري بلاتش درايف بيوقع على سله ولا اروع. سفيان بن علي بيحاول عبد الرحيم على المتابعه فيها باسكت وفاول. Salih had the numbers and he wasn't ready for the pass, but it doesn't matter. He still fit. Oh, and Andre Blatch, what a defensive effort there. And he knocks it. Three-point shot. Can't get that to fall. And mighty set off Salih. You called this earlier. Playboy, oh yeah, you know me. I got only.